مشاهدي ومتابعي تلفزيون اليوم السابع، احنا النهارده معاكم من اكبر شادر للاسماك هنا في محافظه المنوفيه وعلى مصطاد دلتا باكملها. احنا معاكم زي ما انتم شايفين من اكبر شادر لبيع السمك جمله وقطاعي هنا في محافظه المنوفيه. زي ما انتم شايفين الاسماك قدامكم، جميع الاسماك هنا سمك بحر. عرفنا بنفسك كده؟ الحاج احمد احد المديرين هنا. اتفضل. طبعا ده عرفنا كده بالاسعار بقى والانواع. دي سمك، دي اسمها سمك طبعاً دي الاسعار والحاجات طبعا مع الحاج صالح هيعرفك كل التفاصيل. تمام. لكن مبدئيا احنا بنقول لشعب المنوفيه بيت كامل والمحافظه اللي جنبنا يعني ان احنا عملنا شادر وعملنا فيه تطوير كبير جدا جدا لخدمه اهالي المحافظه. حتى برضه حضرتك ممكن تتصور التطوير اللي حصل. السمك بيجي من كل منافذ الجمهوريه، اسكندريه، من السويس. يوميا السمك بيجي فريش باسعار طبعا متناول كل الناس. احنا عايزين كل الناس هنا. تمام. معانا عايزين نعرف نوع السمكه دي. طبعا حاجه اسمها عرفت الانواع كلها والتفاصيل. تمام. بعدين نكمل. دي عرفنا كده يا حاج. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عرفنا بقى نوع ال كل عام وانتم بخير. شعب المنوفيه العظيم، بلد الرؤساء، محافظتنا مش اقل من اي محافظه. تمام. قول لنا بقى السمكه دي. بلد الرؤساء مش اقل من اي محافظه. قول لنا السمكه دي نوعها ايه بقى؟ عشان يبقى فيها سوق كبير زي شادر السمك. تمام. بسم الله ما شاء الله. دي محراز. دي محراز، دي بتتخلي وبتتعمل جدل وبتتعمل سليم. تمام. الله اكبر، سبحانك، سبحان من خلق وصور. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. السمكه دي 45 كيلو. بتتشلخ وبتتقطع جدا، حتى العظم بتاعها ده بيتاكل. تمام. ده مفيد للعظم. تمام. ده الدكاتره بتوصفه. بسم الله ما شاء الله. عندنا عضاد في النار. الله اكبر، الله اكبر. حاجه لاول مره تنزل منوفيه. مش موجوده دلوقتي في اسكندريه نفسها بلد السمك، لانه بيتصدر بيروح ايطاليا. تمام. ده كان رايح ايطاليا الملافه ضحكوا عليه وجابوه هنا. ده كان رايح ايطاليا. قلنا الانواع الثانيه. ده جمبري عزازي. الله اكبر، بسم الله ما شاء الله. كابوريا عينات كبيره الواحده. بسم الله ما شاء الله. وقار. الله اكبر. قاروص مبطرخ. قاروص بالبطارخ النهارده، الموسم بتاع البطارخ ده. القاروص ده كله بالبطارخ. مكرونه سويسي. رياس. الملك بتاع السمك ده بالبطاطس. اللهم صل على النبي. انيس. النهارده اكثر من 100 سم. الله اكبر. دراك. جمبري احمر. ده مركب كامل يا جماعه، ده مركب كامل. انه فيها مش اقل من اي محافظه، لا. تمام. فراخ، سمك فراخ. ده زي البربوني كده بياكل جمبري، بياكل بلح بحر. ده بياكل جمبري، الفراخ ده سمك الفراخ. من احسن انواع السمك. تمام. سمك موسى. دي ليه قصه في القران طبعا. سمك موسى، السمكتين دول هما سمكيه واحده. ما سيدنا موسى شق البحر، السمكه دي انشقت اثنين. سبحان الله. ادي عين هنا وعين هنا، بق واحد اهو. دنيس. كلاماري بتاع المحشي السفود وبتاع المكرونات وبتاع الشربات. الله اكبر على بوري البحر. بوري بحر، ما اقول بوري بحر يعني بوري بحر. اللهم صل على جمال النبي. اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي على المرجان. المرجان البلدي. كل ده اسكندراني يا جماعه. النهارده المركب من اسكندريه النهارده. كل ده اسكندراني. المعلم ده الاختابوت ده. كل ده شغل تصدير. ده ما بيتقوش دلوقتي عشان التصدير. بس احنا برضه عشان المنايفه تحج عليه وجبناها هنا. الله اكبر، شعور. عايزين بقى نعرف الاسعار. الاسعار انا عامل مفاجاه. النهارده وبكره ان شاء الله والاسعار عامل عليها خصم مش اقل من 40 50%. تمام. دي بمناسبه راس السنه، قول لنا الاسعار بقى. البولت بكام؟ البولت عندنا النهارده 23 25 28. ثلاث حبات في الكيلو، مش بولت صغير 4 و5 لا. كابوريا 40 جنيه. كابوريا ذكر 40 جنيه. تمام. الله اكبر، الله اكبر. الجمبري 45 جنيه.
جمبري في جمبري 45 جنيه النهارده عشان المنافر النهارده يعملوا راس السنه. تمام. العملاء بتوعنا الله اكبر. سردين بلدي 40، بساري 20، شاخوره 40، بربون، بربون يا جماعه في بربون ب 40 جنيه. في بوري مبطرخ اهو كمان دبار. دبار مبطرخ ب 40. في دبار مبطرخ ب 40. مبروك 40. عروس، العروسه ب 120 جنيه، في عروس ب 40، في عروس ب 80، في عروس ب 115. ده العروس. ده العروس. تمام. في دراج 45. في دراج 45. 40 كمان الدراج اهو. 40. دي تونه بلدي بقى. التونه المجمده لا، دي الاوميجا 3 كلها. دي الاوميجا 3. للدكتور يقول لك كل تونه. اوميجا 3 عشان الكورونا، اي حد بياكل سمك ما بيقولوش كورونا يا جماعه والله. والله بيقولوا كورونا. تمام. زي ما انتم شايفين ما زلنا مستمرين معاكم في شهاده الاسماك واغرب انواع الاسماك. صح، كل الشغل صح النهارده. النهارده ده بكام البولت الكبير ده؟ ده اكبر حاجه ده 28. ورينا بقى، ورينا اللي ورا المشاهدين كده السمكه قد ايه؟ سمكه كيلو الا ربع وكيلو. في سمكه كيلو. ده صابح النهارده. صابح كله صابح. كله فريش. انا مخلص مركب امبارح الله اكبر. في بولت 25. حبتين في الكيلو برضه مش صغير يعني. 25. في بوري ب 40 دباره، في دباره ب 40. طبق شرب السيفود ده بقى ده الحكايه. ده حكايه، ده عامل 60 جنيه بتعمل منه 3 شوربه. يعني شوربه السيفود ب 20 جنيه بتقف معاه. بربون زريعه، بربون البربون ب 60 جنيه، البربون ب 60 جنيه. الله اكبر الله اكبر على السردين البلدي. البوري 700 800 65 جنيه. خش على الوحش ده بقى، خش على الوحش ده. دي روته، ورينا الروت. ده لون. بسم الله ما شاء الله. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. بالراحة عليه. الله اكبر. الله اكبر. جندوف لبلدي. كام الجندوف؟ 45 جنيه الجندوف للبلد. اه. كابوريا، كابوريا كبيرة. بكام؟ كابوريا الكرة دي 60. بربون بلدي فيه 80. مكرونة 65. مكرونه 65 جنيه الله اكبر. الله اكبر. لود 75 بس. ايه ده؟ هو فين اللود ده؟ ده لود. امسكه كده ووريه. اهو. ده اللوتات الكبيره دي، الصغيره بتاع الكبيره اللي انت شفتها دي.